أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فتح باب تلقي الأسئلة من قبل المواطنين في ضوء مبادرة اسأل الرئيس عبر الموقع الرسمي للمبادرة خلال الفترة التي تبدأ من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر، وذلك حرصا من قبل الرئيس السيسي ومؤسسة الرئاسة على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية. حسب ما نتابع مع حضراتكم في هذه الصورة، فهذا هو الحساب الرسمي للرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي فيه تم الإعلان عن طرح هذه المبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيتم استقبال هذه الأسئلة مباشرة عبر هذا الموقع، وستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي للرد عليها. هذه المبادرة التي دأب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة في محاولة للتواصل المباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين القيادة السياسية وبين أطياف المجتمع المصري. كانت هذه المبادرة جاءت في أكثر من مناسبة، كان آخرها ما كان في مؤتمر حكاية وطن، والتي فيها أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجمل أسئلة المواطنين التي كانت مرتبطة في معظمها بالشأن الداخلي المحلي المصري. يتم استقبال أسئلة المواطنين عبر الموقع الرسمي، ثم تجمع هذه الأسئلة وتطرح أبرز التساؤلات التي تم طرحها وتقديمها من خلال هذه المبادرة ليجيب عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الآلية التي يتم تحديدها لاحقا. لمحاولة الوقوف على طبيعة هذه المبادرة وطرحها في هذا التوقيت، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الجالي، محرر شؤون الرئاسة بصحيفة اليوم السابع. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. المبادرة في هذا التوقيت، ما الذي تقوله؟ أهلا بك أستاذ أحمد. يعني المبادرة بالفعل مهمة في هذا التوقيت للرد على كل استفسارات المواطنين بدون خطوط حمراء، يعني كما عودنا الرئيس السيسي دائما أنه لا توجد خطوط حمراء، وقد يعني شاهدنا ذلك على الطبيعة في مؤتمرات الشباب الماضية عندما كان الرئيس يجيب عن كل الأسئلة التي كانت تشغل الرأي العام، منها ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية حتى الأوضاع مع الخارجية مع والعلاقات مع بعض الدول التي تقدم دعما للإرهاب، وكذلك الأمور المتعلقة بترسيم الحدود مع بعض الدول. الرئيس عبد الفتاح السيسي أستاذ محمد وبشكل رسمي لم يستهل فترته الرئاسية الجديدة التي انتخب على أساسها مجددا في الانتخابات الماضية التي أقيمت في شهر مارس الماضي، أن يصر الرئيس حتى وقبل أن يبدأ مدته الرئاسية على مد جسور الثقة والتواصل المستمر بين القيادة السياسية وبين المواطنين حتى وهو لم يبدأ الفترة الرئاسية الجديدة. هل من رسائل أو دلالات لهذا؟ بالفعل هناك رسائل عدة، وهو الرئيس يشعر بنبض الشارع ويعرف أن هناك العديد من الأسئلة التي يريد المواطنون أن يوجهوها للرئيس فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، فيما يتعلق ببعض السلع وبعض الزيادات في بعض المرافق، وبالتالي ستكون الإجابات حاضرة وسيتحدث الرئيس عن كل هذه الفترة التي يعني حدثت فيها يعني نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية، ويعني كيف كنا واليوم كيف أصبحنا أيضا، كل هذا سيجيب عنه الرئيس. هناك مصادر تؤكد أن المؤتمر الدوري للشباب سيكون الأربعاء المقبل، يعني قبل شهر رمضان بيوم واحد فقط، اليوم الذي يسبق شهر رمضان، وبالتالي ستكون فرصة لهذه المبادرة لأن يعني يجيب الرئيس على عشرات. أنا كان هذا السؤال التالي أستاذ محمد، الصيغة أو الآلية التي سينتهجها الرئيس للإجابة على هذه التساؤلات ستكون عبر مؤتمر شبابي على الأرجح، ولن تكون من خلال مقابلة تلفزيونية؟ يعني من خلال بالفعل من خلال مبادرة اسأل الرئيس اللي تعودنا عليها في مؤتمرات الشباب أن هو الرئيس توجه له الأسئلة، يتم تجميع كل الأسئلة وفي حضور هذه المبادرة وفي حضور يعني الرئيس والشخصيات العامة والإعلاميين وأيضا النماذج من الشباب، وسيكون كل شيء على الهواء مباشرة، وسيجيب الرئيس يعني ستخصص يعني جلسة كاملة يعني عدة ساعات للإجابة على كل الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام في المؤتمر الدوري للشباب وليست مقابلة تلفزيونية. الحديث في ضوء كل التطورات، وأنت أشرت في أكثر من مرة في معرض حديثك إلى الظرف الاقتصادي وطبيعة التطورات الجارية على المستوى الاقتصادي، سواء ما يهم
الاقتصاد العام للدولة أو كذلك ما يهم اقتصادات البيوت، اقتصاد المواطن بشكل مباشر، سيكون محورا أساسيا على الأقل وفق ما تقوله الفترة الزمنية التي اختارها الرئيس للإجابة على هذه التساؤلات. بالفعل كما ذكرت يا أستاذ أحمد، ودوت يعني كل المبادرة دي يعني حرصا من الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري. الإجابة بتكون في مختلف المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإحنا عارفين أن مبادرة اسأل الرئيس استمرت خلال كل مؤتمرات الشباب الفائتة ولقت يعني استحسانا من الجميع، وشفنا قد إيه الشباب حتى اللي كان بعضهم يعني كان بيوجه أسئلة الرئيس وبيقول إن إحنا شاركنا في المؤتمرات دي ما كناش نعرف إنه فعلا الأمور ماشية بكل الشفافية والمصداقية دي، كنا بنفتكر إن بيتم انتقاء الناس على يعني وفقا لميولهم السياسية، لكن لقوا متواجد ناس معارضين للحكومة وناس حتى كانت عايشة بره متواجدة في مؤتمرات الشباب الماضية ووجهت أسئلة بكل أريحية، والرئيس كان عنده يعني الثقة الكبيرة في الإجابة عن كل الأسئلة المرتبطة بالوطن وبالمواطن المصري، لأنه زي ما قال ما عندناش حاجة نخبيها عن الوطن والمواطن. والرئيس يعني حتى لما اتكلم عن الفترة اللي فاتت قال ان انتوا يعني هتشيلوا معايا، كانت فترة صعبة وتشيلوا معايا وان شاء الله اللي جاي افضل، فاحنا يعني وان شاء الله نتوقع في الاربع سنوات اللي جاية دي ان شاء الله يبقى في ثمار لكل برامج الاصلاح الاقتصادي ولكل الاشياء اللي حدثت يعني سواء من الحكومة او من القوانين اللي شرعها البرلمان، ويعود بالنفع على المواطن في القريب العاجل باذن الله. الاستاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسه في صحيفه اليوم السابع منضما الينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، معقبا على الدعوه التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفتح باب الاسئله امام المواطنين في الفتره من اليوم وحتى 15 من هذا الشهر ضمن المبادره الرئاسيه اسال الرئيس، طرح كل ما يرغب المواطنين في كل ما يرغب المواطنون في طرحه من تساؤلات على الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء كانت مرتبطة بالظرف الاقتصادي الداخلي أو مرتبطة ببعض التطورات الجارية على الساحة الداخلية ومن بينها مكافحة الإرهاب في أكثر من نقطة وتحديدا الساحل الشرقي المصري، وكذلك بعض التحديات الخارجية والإقليمية التي تشغل بال قطاع واسع من المواطنين، سيتم طرحها من خلال هذه المبادرة وسيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرجح حسبما أفادنا الأستاذ محمد الجالي، ستكون عبر مؤتمر شبابي يعقد اليوم واحد يوم الأربعاء المقبل قبل انطلاق شهر رمضان المعظم، على الأرجح سيجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الجزء الأكبر من هذه الأسئلة التي سيتم تجميعها وانتقاؤها على أساس أهمية الموضوعات التي يتم طرح هذه الأسئلة فيها أو الأسئلة ذات الأولوية حسب ما يترى للمواطنين.